اللي عندك البنان كتير وغير موجود ما عرفتيش شنو دير به، غادي نصوبو بهم اسرع سناكس تقدر ديرهم في الدار وتقدر توجدهم قل من 5 دقائق واللي كيكونوا صحيين وطبعا بنان. على بركه الله يلا نبداو. انا احتاج بنانه، 2 بيضات، هاد القدر ديال الشوفان غير شويه، مقله، شويه ديال الزيت، ونجي نديرهم في المقله على هذا الشكل. هذا دابا نمشيو للطريقه الثانيه واللي هي بنانا كيك. يعني غادي نحتاجو كاس بحال هذا، وغادي نحطو فيه نص بنانا، نعجنوها بحال هذا الشكل، هذا بيضه واحده، معلقه ديال الكاكاو باودر، شويه ديال القرقاع، وندخلها للميكروويف، ومن بعد 3 دقائق وجدات لينا. كانوا هادو هما السناكس ديالنا، ما تنساوش لايكات ديالكم، وخليني نشوفكم غدا ان شاء الله في فيديو جديد. بيس.